السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمي قريبا كيف داير؟ لاباس عليك؟ بارك الله فيك بنتي يسرى. معك يسرى من طنجة. أنا فرحانة بزاف لي لخت والله إلا عرفتي فرحانة بزاف عرفتي شحال هذه كنت كندير محاولة باش نهضر معك. نهار كبير هذا والله العظيم. يا ألف مرحبا للا يسرى. ألف ألف مرحبا. والله إلا عرفتي عزيز عليا لواحد الدرجة ما تتصورش عرفتي عزيز عليا الحمد لله زعما كاع داكشي اللي كتقول الاستغفار الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عرفتي كاع داكشي اللي كتقول كنديرو الحمد لله زعما وكنلقى زعما تيسير الحمد لله عرفتي والله الا انا فرحانه اليوم شد ليا الخط. وانت سميتك يسرى وراكي ميسره ان شاء الله وغتلقي اليسر امامك باذن الله. ان شاء الله يا ربي يا كريم عافاك بغيتك تبيعي معايا عافاك عمي قريبا. يا ربي يا بنتي يا ربي. عافاك انا دابا ان شاء الله في واحد الستاج وان شاء الله الا يسر لي الله الامور ان شاء الله يشدوني خدمه عافاك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. في العقل ديالي عافاك عمي قريبا عندي حتى واحد اختي متعكس ليها شويه في الخدمه عندها ديبلوم باك بليس 5 ومتعكس ليها شويه عافاك يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم. والله الا كندعي معك كل صلاه كنصلي الفجر كندعي معك الله يطول في العمر ديالك. بارك الله فيك بنتي كنبغيك بزاف. عزك الله بنتي يسرى الله ينورك بنور الله. دعي مع واحد اختي الله يخليك ليا عمي قريبا دعي مع واحد اختي ان شاء الله يستر ليها الله في الخدمه في العاجل ان شاء الله يا ربي. يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والاكرام يا ربي يا كريم. وعافاك عمي قريبا دعي لي حتى معهم يطول لي الله في عمرها ويعطيها الصحه والسلامه الله يخليك ليا عمي قريبا. يا رحمن يا رحيم يا رب شكرا لك يا بنتي. سمحت مع واحد اختي من كازا الله يعاونها ويسر لها الامور ساكنه بوحدها تما خدامه عافاك عمي قريبا. يا رحمن يا رحيم يا ربي يا كريمه بنتي يسرى. ودايلي سامع مع واحد خالي مريض مسكين راه دائما كيتصنت ليك مريض مسكين دار اوبيراسيون ومازال زعما والو بقى كيف ما هو ديما كيتصنت ليك ديما داكشي اللي كدير كيتصنت ليك عافاك تدعي معاه بالشفاء العاجل راه عنده جوج ديال الوليدات دعي نيت معاه عمي قريبا الله يخليك. يا رحمن يا رحيم يا رب شكرا لك بنتي يسرى. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. وحنا كنسمعوا هذا الخطاب ديال يسرى شابة مغربية من طنجة كنفهموا الطبيعة ديال التفكير وديال الإحساس ديال الفتيات المغربيات والحمد لله الطابع ديال الإيمان والطابع ديال اليقين والطابع ديال الصدق وديال الإخلاص. فاحنا الحمد لله ملي كنسمعوا مثل هذه المكالمات كناخذوا واحد الانطباع عام عن حقيقه الفتاه المغربيه فتطمئن قلوبنا وتنشرح انفسنا ونقول ان بلادنا ومجتمعنا بخير وعلى الف خير ما دامت بناتنا هكذا بهذه الاخلاق وهذه القيم وهذا النبل وهذا الاحساس الجميل. بنتي يسرى يقول بان لكل له من اسمه نصيب وكان العلماء من قبل يقولون إن الاسم له مفعول على صاحبه. فأنت اسمك يسرى وإن شاء الله ما غتلقي إلا اليسر أمامك. أنت الآن في مواجهة هذا الستاج باش إن شاء الله يوقع الانتقاء في العمل. الأمر هين ملي تمشي بنت يسرى غدير المجهود ديالك غتحاولي ما امكن الستاج كيطلب دائما واحد مجموعه من الترتيبات انت عارفها سيده العارفات ان في الستاج ملي كيبغي يمشي الانسان اول ما كيلاحظوا عليه الناس اللي هما في العمل هو الهندام. لابد ان يلبس الهنداما يكون يجمع بين الاصاله والمعاصره او يجمع ما بين الحضاره والتمدن وايضا شيئا من الحياء. فاحرصي على ان تلبسي لباس يكون انيق ويكون جميل ويكون متناسق. ثم ملي تبغي ديري ستاج وتوصلي عند اللجنه اللي غتقوم بالاحتكام فلا بد انك تقاسيم وجهك توحي بالتفاؤل والثقه بالنفس. كاين اللي كيدخل وربما راسه مطعطع كيشعر بالخوف وكيعض فارو او ربما كيشعر الصوره غير مبشره هذا كله خطا. لابد ان
تقاسيم وجهك توحي بالبشر وتوحي بالثقة بالنفس وتوحي بالابتسامة. يعني أن هاد الناس غادي يزعدوا مستاج هما غادي يفرحوا بك ويحسوا بأن هاد الإنسانة غتكون واحد الإضافة نوعية في الشركة أو المؤسسة أو الإدارة اللي غتشتغلوا فيها، هما غيفرحوا بك. هذا وجه بشوش، هذا شكل مبشور، هذا يبعث على الثقة، هذا كيخلي الخير يدق الأبواب. فدائما تقاسم الوجه مهمة. ثم وانت كتكلمي مع هاد الناس دائما تبتدئين بالسلام، قبل أي كلام لابد بالسلام هو الأول، وكتستعملي واحد ما يسمى بالإتيكات، أنت سيدة العارفين نحافظ عليه. ثم المادة المطلوبة أكون قد حافظتها وهضمتها وأؤديها بطريقة عقلانية. هذه كلها معارف ربما يعلمها الجميع، لكن هناك أسرار أخرى يفتح بها الله القلوب قبل ما تمشي للستاج وقبل ما يصبح الحال. ما هي؟ هي أن الإنسان يكثر من ذكر الله. دابا اليسرى بغيتي ربي يسلك الأمور، اقرأي سورة الشرح فيها التيسير. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. إن مع العسر يسرى، 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 إن مع العسر يسرى. نقراها ونعاودها، نقراها ونعاودها، نقراها في الليلة اللي غنمشي ندير ستاج. هذيك الليلة ربنا عز وجل سيكتب في قدره خيرا ولطفا، سوف يفتح قلوب، غادي يختار لك شكون اللي غيدوز هذا ستاج. كاين الناس ربما اللي هما يا شداد، وكاين الناس اللي هما ميسرين، كل اللي هو يا متفائل وكل اللي هو يا مزير. ربي غادي يختار لك اجود وانبل الرجال والنساء اللي غيحضروا في هذا ستاج، وغادي يهيئهم مسبقا الاعداد القبلي، غادي يعد قلوبهم ونفوسهم على انهم فرحانين يشوفوك، هما الاول يشوفوك. وهادشي كله غيدار وغتنجحي ان شاء الله نجاح عظيم، نجاحا عظيما عظيما باذن الله. اسال الله الواحد الاحد يا يسرى ان يجعل لك في كل خطوه يسر، وان يجعل النجاح حليفك، وان شاء الله ربي يختار لك من عنده اجود وانبل عمل فيه اقل تعب واكثر اجر وانفع للناس. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.